الناس تعبانين، بعض الكرتية تعبانين من عفان البتور، عفان البتور، وده ما موجود في كثير من المدن الكبار والعواصم اللي بتوجد فيها الأبتوار. شنو الحل للأبتوار اللي موجود في العاصمة الجمينة والحالية العشوائية اللي موجودة فيها عفانة دي؟ حلها شنو؟ ما نقول لك والله ما في مياه. أنا شفت الأبتوار الأرض بتاعتها قتينا نقدين فقط شنبار. أنا والي أمانجيلي نفقى شنبار. أنا دينجيسولا قاعد بكان قدامك ألمي بكان برقد ويا كبير قال، لكن هم عندهم ستيرن خمامي ده بكان بليم ده كله بشيلو بمرق ده. أنا شفته بيه، أنا داسي ده كله منه هو بس البحر. دول الميمكم خمامي كلك مش في البحر، ما عنده فوق مشكلة يعني فتش له هلول. نحن يا جماعة الآن لو جئنا مثلا، نحن الآن ما عندنا القدرة أن ننشئ يعني سلخانة يعني مودرن. والأمس ما قالك السيد الوزير ما زالت سلخانة الجرماية قيد التنشيء، حذرهم يكملوا الآن الدورة اللي بتقوم بها الأرض. أنا بشوف مفترض يساعدوهم، مفترض الدولة تشكرهم عليه، مفترض يساعدوهم يقوم يدعمهم. ما بين سعدان ايه نعم نعم. إحنا الناس الكرتية بقول لك العفانة، أنت الدم أزدنا العفانة. العفانة دي في أدوية بصبوها في الدم، وفي أدوية بصبوها في الفرد، تقطع الرائحة دي نهائيا. ومثل ما قال السيد الوزير زار، نحن ذلك كجمعيات المجتمع المدني زرنا وفعلا وجدنا الأشياء دي، يعني في أدوية بكبوها، في أشياء منظمة. أيوة أيوة. وفي دعمهم بأشياء. أنا شغل ندور هذا برابس هذا القايدة، والله الله أعلم كان أنا قايدة يعني كودك يمشي في دربه الهسة قايدة، الهسة قايدة الثانية البجوبة والقروش اللي بيصرفوها دي يمشي في دربه، يمشي في درب. انا في خليقتك ولا لو شغل واي اكون يبقى ايبول، لكن زول بس بيشي شغل شين كان شفته والله ما نقدر نخليه نمرقة، والله نمرقة سام بروبلم ما نقدر نخليه. ده انا كمثل فلا بد كان شغل ماشي عديل نمشي، زول ما ماشي عديل ما يمشي.